طيب قبل أن يغادرني ضيفي الدكتور منذر ثابت من تونس، أتوجه لك بالسؤال دكتور منذر برضو في نفس السياق. يعني الإعلان الذي سبق وفاة الرئيس السبسي من قبل زعيم حزب النهضة بأنه سيترأس القائمة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، هل يمكن أن يترتب عليه جديد ما في المشهد السياسي بعد وفاة الرئيس؟ بكل تأكيد أن حركة النهضة ستسعى إلى الدفع أو إسناد الشخصية الأقرب إلى استراتيجيتها وبرنامجها. النهضة لا تريد أن تكون في واجهة الأحداث وأن تتحمل تبعات السياسات الحكومية التي في التقييم وفي مستوى كل التقارير سلبية في مجملها، يعني في المستوى الاقتصادي والاجتماعي. إذا حركة النهضة تحتل في خريطتها وفي ورقة سيرها، تريد أن تسعى إلى كسب أغلبية برلمانية من خلالها تكون متنفذة داخل التشكيلة الحكومية ومحددة لها. في علاقة بالانتخابات الرئاسية أكيد أن النهضة ستكون وازنة في دعم الشخصية الأقرب إلى رؤاها الأقل عدائية التي يمكن أن تتفاوض معها حول هل هذه الشخصية موجودة حاليا سيد منذر؟ تأمين المواقع. أعتقد أن عديد الشخصيات يعني أقربها في تقديري نبيل القروي، لكن يمكن أن نرى أيضا أن إسناد شخصيات مستقلة أخرى وارد يعني في قادم الأيام، لكن ثمة جفوة حاليا بين نبيل القروي وحركة النهضة، لكن يمكن الاستعادة ويمكن أيضا دعم يوسف الشاهد أيضا رئيس الحكومة الذي أسس حزب تحيا تونس والذي يمكنه أن يستعيد مواقع وتأثير داخل الرأي العام. يعني النهضة أمامها خيارات متعددة في علاقة بالانتخابات الرئاسية. يبقى أن اتجاه الرأي العام، لابد أن نشدد على هذا، اتجاه الرأي العام الآن وفق آخر عمليات صبر الآراء يعني تتجه نحو نبيل القروي. هذا مسألة يعني محسومة، هذه القوة الجديدة وهذه الشخصية التي أجادت عملية الاتصال والتي يعني جاءت الآن بمشروع سياسي يقوده فريق من التكنوقراط. يعني ثمة سعي للتجديد داخل الرأي العام. النهضة تسعى إلى تأمين مواقعها وخاصة الانتخابات التشريعية. يعني الدفع بالسيد راشد الغنوشي لأن يكون بكل تأكيد وفق كل التوقعات رئيسا للبرلمان القادم. نعم. وهذه ورقة هامة وهامة جدا طبعا، لأنه سيكون في يده يعني تمرير التشريعات والقوانين التشريع. نعم بكل تأكيد وضع اليد على السلطة التشريعية، يعني التحكم أيضا في الحكومة والضغط على الحكومة بما أن الصلاحيات الأعظم وفق دستور الجمهورية الثانية تقع في القصبة قصر الحكومة ولا تقع في قصر الرئاسة في قرطاج. إذن مسألة الرئاسة ثانوية لدى حركة النهضة. أشكرك شكرا جزيلا للدكتور منذر ثابت الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من العاصمة تونس.